نبتدي بكاس العالم معاكم، وبما انه طبعا ده الحدث اللي يمكن لسه يمكن ساعه قبل ما نطلع على الهواء على طول كانت كل الجماهير مستنيه يا ترى هنلاعب مين. كل واحد كان عنده حساباته، في ناس كانت بتميل ان احنا نلاعب بطل اسيا، في ناس كانت بتميل ان احنا نلاعب الدحيل القطري، في ناس كانت رايحه البطل المكسيك. بدايه توقعاتكم كانت ايه ورؤيتكم لمواجهه الاهلي والدحيل؟ استاذ خالد الاول. مبدئيا طبعا هي القرعه صعبه، ما يعني لازم نبدا نقول كده. انت بتواجه فريق الدحيل، فريق قوي، فريق مش ضعيف، فريق عامل حسابه كويس قوي ان هو مشارك في كاس العالم للانديه، وبالتالي مجهز نفسه ومجهز ان هو عايز يظهر. في ناس قبل كده انديه وصلت للنهائي وهو شايف ان هو ممكن عنده امكانيه وعنده القدرات الماليه والفنيه انه يطمح انه يفكر في انه يوصل لابعد نقطه في المونديال. هي النهائي دي اتصعبت عليهم وعلينا قوي، يعني الكسبان من الماتش ده طبعًا رايح يقابل البايرن، انت عارف طبعا، بس اكيد وانت بتعمل استعداداتك عامل حسابك انك ممكن طريقك يكون سالك شويه فتعدي. فبتجيب اكيد صفقات، جابوا صفقات كتيره مع يعني الناس معروفه، جابوا عندهم لعيبه تقيله، لعيبه خبرات، فاكيد مباراه قويه. بس انا النادي الاهلي في الاول وفي الاخر، انا النادي الاهلي، النادي الاهلي ما بيلعبش اصلا على مراكز شرفيه، طول عمره معروف كده. النادي الاهلي بيفكر ازاي، شايف دايما منصه التتويج قدامه. ما تقوليش بقى اصله كاس العالم للانديه، انت بتلعب عنك تلعب انك تكسب. بغض النظر بقى عن اي محفل انت موجود فيه، صحيح. صعبه سهله، انت بتلعب بتجتهد، وفي النهايه التوفيق او النتيجه من عند ربنا. طبعا في فرق في القدرات. لو انت بتكلمني بقى، لو عديت الدحيل هدخل في بايرن ميونخ، بس انا مش عايز الناس تفكر في بايرن دلوقتي خالص. كل التفكير لابد انه يكون على، تاكد الناس مش شغله بالها بايرن ميونخ. لا لا احنا عايزين الاول نشوف بس يعني ازاي المباراه دي ممكن نعدي منها ونوصل للبايرن، ولما يوصل للبايرن يبقى يعني التارجت بتاعك دلوقتي هو انك تعدي الدحيل ده.